قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شملت الجولة تفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة. تقع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية جنوب الطريق العين السخنة على مساحة 468 فدان، وتشتمل على عدد من ميادين الرماية الدولية مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة، وعبارة عن مبنى ميدان رماية الخرطوش اللي احنا لسه واقفين فيه دلوقتي يحتوي على 10 ميادين، مبنى من ميادين الإلكترونية 6 ميادين إلكترونية مجهزة بأحدث التقنيات لجميع المدايات الرماية الإلكترونية، مبنى رماية القوس والسهم، مبنى الرماية اليدوي ب 10 ميادين رماية يدوي، وتشتمل أيضا المدينة على مجموعة من المنشآت الرياضية الأولمبية، استاد يسع 90,000 متفرج، وصالة ألعاب مغطاة 15,000 متفرج، صالة ألعاب مغطاة 8,000 متفرج، مجمع ملاعب سكواش دولية، مجمع حمامات سباحة دولي. ده مغطى السكواش؟ السكواش مغطى يا فندم. أيوه طيب. مجمع حمامات سباحة دولية، نادي الفروسية، مجمع ملاعب تنس رئيسي وفرعي، مجموعة ملاعب تنس مكشوفة، وملاعب تدريب كرة قدم، ومنطقة مكشوفة فيها الشعلة الأولمبية، ومسرح روماني، ومسطحات خضراء للترفيه، كما تشتمل المدينة على مجموعة من المباني الخدمية، فندق سعة 350 نزيل، وقاعة استخدامات متعددة للاحتفالات والمراسم، ومع الفندق مجموعة من الشاليهات استخدام اليوم الواحد، مجموعة منطقة تجارية تحتوي على مجموعة من المباني التجارية كمباني محلات وأسواق وبنوك واستخدامات النزلاء في المدينة الرياضية، منطقة إدارية لسكن العاملين والمقيمين والخدمات في المدينة فندم. يعني أنا فهمت كده أن أنتم تخطيطكم وترتيبكم على أن أنتم تخلصوا كل شيء آخر السنة دي؟ المرحلة الأولى يا فندم. المرحلة الأولى دي يا فندم إن شاء الله يوم 30 إن شاء الله ربنا سهل نكون منتهيين منها تماما. اللي هي مدينة الرمال. مدينة الرمال مش كده؟ إن شاء الله. تعد المدينة إضافة ضخمة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي الدولي في مصر والمنطقة، وعلى نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية العالمية على أعلى مستوى. ده حمامات السباحة الأولمبي، ده ملعب السكواش، صالة 15,000، صالة 8,000. المجمع ده اللي اخترنا في حمام السباحة اللي هم طلبوه ده، انما عدا ذلك مفيش حاجة. اخترناه تحت الأرض في الصخر عشان نعمله. أنا بتكلم في الصالتين يا مصطفى. أيوة يا فندم. اللي هي الصالتين كإنشاءات يا فندم على شهر 2 بكتير وخلصانين. عشان كده ده الملعب الرئيسي، انما كل ملعب تحت الكاميرا الدائرية دي سيادتك دي اللي هيتثبت عليها السقف المعدني اللي هو ثلاثي الأبعاد، وهيجي عليه تغطية بالفابريكس جاي من بره بالكامل، هتدي شكل سيادتك رائع بالإضاءة، بالنسبة للإضاءة كمان من تحت بالليل هتدي شكل مش موجود في العالم. خرساناتك تنتهي هنا آخر الشهر يا فندم 30/11 إن شاء الله. إن شاء الله. مدينة عالمية تتحط عليها معايير لاندسكيب عالمي. تمام. الشوارع اللي فيها تتسع حركة البني آدمين دي كلها. تمام. فضلاً عن دور المدينة المنتظر لنشر ممارسة الرياضة على المستوى الوطني وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار. المدينة الأولمبية دي احنا بنتحدى بيها أنفسنا. عندك مشكلة قول له أنا سعيد. هو الفكرة في الحاجات اللي جاية استيراد من بره، وأنه هو منشأ خاص بجانب الظروف العالم كله تعرض لها في كورونا وكده، مع الاستشاري الطلياني، كل دي كانت تحديات خارج إرادتنا. بنحاول نقلل التأخير اللي حصل ده نتيجة كورونا، نلتزم بالبرنامج الزمني، نعمل أقصى ما في وسعنا، شغالين 24 ساعة. زودنا عدد الشركات وزودنا الاستنباط اللي بنشتغل بيها، ويمكن السد ده الخرسانة بتاعته. يعني قول لي ساعدك ازاي يا سيدي؟ حقيقة احنا بنعمل كل ما علينا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات والمعايير، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة جميع العاملين بكافة المواقع. عشرين ألف عامل يومين في المدينة. تم توريد كل الألمونيوم وكل الإزاز يا فندم. ناقص بآخر سائلة للجزء اللي متبقي ده، والجزء اللي فاضل بتاع البارت اللي ده. شكري.